للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي. أستاذ كمال، بعد التحية، قبل أن نتحدث عن أنواع الحزم الاجتماعية المختلفة أو حزم الحماية الاجتماعية المختلفة، دعنا نتحدث في البداية عن أهمية أن يكون سيادة الرئيس وبنفسه دائما ما يوجه هذه الرسالة أو هذه الرسائل للمواطن المصري، أنه يعلم ما يمر به المواطن في الوقت الحالي، ولهذا يتم اتخاذ قرارات كذا وكذا وكذا. أهمية أن يكون المواطن على علم بأن الرئيس بنفسه يعني مدرك ويشعر بما يشعر به المواطن، كيف ترى هذا الأمر؟ الحقيقة يمكن شعور المواطن المصري بأن السيد الرئيس بنفسه يهتم بالحماية الاجتماعية ويهتم بمساندة المواطن، خاصة طبعا الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، هو ده اللي أعطى ثقة للمواطن في الإجراءات اللي بتتم، وجعل المواطن يعني يتحمل الظروف اللي كانت مرت بها الدولة وإجراءات الإصلاح اللي مرت بها الدولة. المواطن تحمل هذه الظروف لثقته في السيد الرئيس وفي السياسات اللي بتبعها السيد الرئيس فيما يتعلق بالإصلاح، لأن طبعا لم يكن أبدا ممكنا أن تسير الدولة المصرية على يعني النهج اللي كانت تسير به طوال عقود طويلة، لأن ما يتحمله المواطن اليوم هو نتيجة السياسات أو إجراءات التسكين أو المسكنات اللي كانت بتتم ودون إصلاح حقيقي، فكانت النتيجة إنما عندما حدثت أزمات عالمية زي الأزمات الكبرى اللي مر بها العالم، بالتأكيد طبعا أثرت بقوة على الاقتصاد المصري، ولولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي اللي تمت ما كان أبدا الاقتصاد المصري سيتحمل مثل تلك الصدمات الكبرى. الحقيقة العالم لم يمر أبدا مثل تلك الصدمات على مدى سنوات طويلة بدءا من كورونا، الأزمة الروسية، لأن الصدمات لا تنتهي، يعني قبل أن يتم الانتهاء من الصدمة الأولى تأتي الثانية تأتي الثالثة تباعا والرابعة أيضا، ما يقارب يمكن 5 سنوات من الصدمات الكبرى في العالم. الحقيقة ما كانش ممكن أبدا الاقتصاد المصري يتحمل مثل هذه الصدمات الكبرى لولا إجراءات الإصلاح اللي تمت، ولولا أيضا ثقة المواطن في الدولة وفي السياسات اللي بتبعها السيد الرئيس وحرص السيد الرئيس على الحماية الاجتماعية المستمر. ويمكن بنشوف على مدى سنوات كل فترة السيد الرئيس بيوجه بحزمة قرارات اجتماعية، والحقيقة هذه القرارات والقرارات الحماية الاجتماعية الحقيقة كان لها دور كبير جدا في أن يتحمل المواطن، خاصة الشرائح محدودة ومتوسط الدخل أعباء الإصلاح الاقتصادي. الحقيقة يعني المواطن عنده ثقة كبيرة، وهذه أيضا من ضمن الأمور التي دائما ما كان يتحدث عنها سيادة الرئيس، أهمية الوعي. عندما نتحدث عن وجود وعي وثقة إذن نستطيع أن نتحمل سويا أي شيء نمر به. يمكن الحديث دايما السيد الرئيس من القلب، وان هو دايما بيشرح كل التفاصيل للمواطن، وكما يؤكد دائما في خطاباته احنا لا نخفي شيئا، كل الامور بيشرحها بتفصيل وبتلقائيه. فالحقيقة يمكن في خطابات السيد الرئيس دائما المواطن بتصل اليه يعني الشفافية اللي بيتحدث بها السيد الرئيس، وبيشرح كل الأمور وبيضع كل الأمور على الطاولة أمام المواطن. كل ده طبعا خلق ثقة كبيرة، هذه الثقة كانت العامل الكبير جدا في أن المواطن يبقى فاهم، وده اللي حضرتك أشرت ليه قضية الوعي، المواطن يبقى فاهم، يبقى فاهم أن العالم كله بيمر بأزمات. أنا مش عايز أسمي دول، لكن فيه دول كبيرة يعني، ويمكن دول يمكن كان لها باع كبير في الصناعة، لكن بتمر بأزمات كبيرة جدا وعملتها بكل يوم بتتراجع، ويعني في يعني حتى بتحاول لاحتواء التضخم، بترفع المستمر رفع يعني سعر الفايدة يمكن بيصل ل 50% حاليا عندهم لاحتواء التضخم الكبير اللي بتمر بها هذه الدول اللي كان لها باع كبير يمكن، واقتصادها كان على مدى سنوات مضت كان يعني فيه يعني الكثير من عوامل القوة، لكن ما قدرش تصمد أمام هذه الأزمات. فكون أن مصر تصمد الحقيقة أمام هذه الأزمات الكبرى، وكون أن احنا في وسط هذه الأزمات في هناك قرارات حماية اجتماعية والاقتصاد المصري صامد، فالحقيقة يعني دي يعني الحقيقة يعني
نقدر نقول ان يعني تؤكد ان اجراءات الاصلاح اللي مرت بها الدوله كانت مهمه جدا وكانت ضروريه جدا، وتحمل المواطن كان عن فهم وعن وعي وعن ثقه الحقيقه في الاجراءات اللي بتاخدها الدوله. طيب استاذ كمال، دعنا نتحدث عن الحزم الخاصه بالحمايه الاجتماعيه، ابرز هذه الحزم وايضا مردود ذلك على الميزانية بشكل عام، لأن الميزانية ربما عندما يكون هناك حزمة اجتماعية ربما المواطن يرى أن ما زاد هو قيمته كذا فقط، لكن تأثيره على الميزانية بيكون تأثير كبير. الحقيقة بالفعل يعني يمكن لما أحدث شيء وتوجيه السيد الرئيس بالأمس بتوجيه 5 مليارات جنيه لصندوق الخاص بكبار السن و5 مليارات لصندوق الأسرة، الحقيقه يعني دي مثلا فئتين، يعني فئه كبار السن فئه يعني يمكن ما كانش حد بيلتفت لهذه الفئه واحتياجاتها، الحقيقه تخصيص صندوق ليهم وتخصيص 5 مليارات جنيه لهذا الصندوق الحقيقه اهتمام كبير بهذه الفئه، فئه بتحتاج العلاج، بتحتاج الرعايه، بتحتاج ممكن لو حد ما عندوش عائل بيبقى عنده مشكله كبيره جدا، فالحقيقه ده بيؤكد قد ايه الدوله باصه لكل الفئات الشرائح المجتمع، دي شريحه يمكن ما كانش حد بيلتفت كثيرا الى احتياجاتها. الجزء الثاني الاسره، واحنا بنشوف المشاكل اللي بتمر بها الاسره خصوصا في حالات الطلاق وقد ايه بتبقى فيه اسر محتاجه بقوه وما عندهمش عائل ما عندهاش، فكون تخصيص 5 مليارات جنيه ايضا لصندوق الاسره ده بيساند شريحه اللي هي اللي ممكن تكون عندها اولاد وما عندهاش عائل، الحقيقه دي شريحه مهمه جدا. دي يمكن احدثها. قبل كده طبعا كان اعلان السيد الرئيس عن حزمه وتوجيهه بحزمه من القرارات الحمايه الاجتماعيه، وشفنا رفع الحد الادنى للاجور بنسبه 50% ليصل الى 6000 جنيه شهريا، يمكن لاول مره طبعا ان احنا نتكلم عن الحد الادنى يصل ل 6000 جنيه في العاملين في الجهاز الاداري للدوله. شفنا زياده اجور، احنا بنتكلم عن يعني الزياده اخرى في اجور العاملين بالدوله بتتراوح بين 1000 و 1200 جنيه. شفنا علاوات المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه ودي تكلفت لوحدها 11 مليار جنيه. شفنا زياده المعاشات بنسبه 15%، الحقيقه الكثير من وبنتكلم على تخصيص 15 مليار جنيه زيادات اضافيه للاطباء والتمريض والمعلمين واعضاء هيئه التدريس بالجامعات. ده صحيح، كل ده بيترجم طبعا، احنا يمكن زي ما حضرتك اشرت احنا ممكن نتكلم احيانا زياده مش عارف 15% زياده مش عارف كذا بنتكلم، لكن كل ده يعني مش هباء، كل ده بيترجم لمخصصات في موازنه الدوله، وعشان كده الدوله يمكن في الاجراءات الاخيره اللي اعلنتها الدوله والتوجه مستقبل الاقتصاد المصري، الحقيقه الدوله يعني بتحاول ترشد انفاقها في المشروعات المختلفه وبتعطي فرصه اكبر للقطاع الخاص، وده التوجه اللي اعلنه رئيس الوزراء، لكن الدوله بتزيد استثماراتها اللي هترشده في المشروعات الاستثماريه وتتيح فرصه للقطاع الخاص، هتوجهه هذا الترشيد هتوجهه لمشروعات التعليم والصحه. فدول يمكن المجالات اللي الدوله بتتجه للاستثمار فيهم بقوه. طبعا واحنا بنتكلم كمان عن الحمايه الاجتماعيه لا ننسى مطلقا مش بس الزيادات المباشره في المرتبات وفي المعاشات وزياده الحد الادنى للاجور، لكن لا ننسى جانب اخر وهو النهوض بالخدمات ومستوى معيشه المواطن من خلال مبادره رئيسيه حياه كريمه. نعم. يعني حياه كريمه دي دخلت بقى في السكن ودخلت في توفير المدارس ودخلت في توفير الوحدات الصحيه والطرق والاهتمام بتبطين الترع بالنسبه للمزارعين، وده طبعا كل مزارع يعرف قيمه هذا الموضوع. فالحقيقه يعني المبادره الرئاسيه حياه كريمه كان لها دور كبير في النهوض بمستوى معيشه المواطن والبيئه التي يعيش فيها المواطن وتوفير الخدمات للمواطن، خدمات التعليم والصحه وغيرها.
ايضا حياه كريمه دخلت في كافه المجالات الحياتيه وغير ايضا هذه المجالات، اصبحت هناك من ان لاخر عدد من القوافل الطبيه التي تقوم بها وما شابه، يعني حياه كريمه هي موجوده في الحياه اليوميه للمواطن المصري الان. لكن بما ان حضرتك ذكرت فكره الخمسة مليار جنيه لصندوق كبار السن وخمسة مليار اخرين لصندوق الاسره، دعنا نتوقف عند هذا الأمر وفكرة زيادة الأصول، يعني أن يكون هناك زيادة في هذا الصندوق بقيمة 5 مليار، أهمية هذا الأمر، مردوده، النتائج المتوقعة نتيجة لزيادة هذا الجزء من الأموال. الحقيقة يمكن السيد الرئيس بالأمس تحدث عن نقطة مهمة جدا، هو قال إحنا بنزيد الأصول ونحاول نحافظ على الأصول ونستثمرها ومن عائد هذه الأموال اللي في الصناديق من عائدها، وفي نفس الوقت من الأنشطة اللي بتتم والموارد الجارية اللي بتأتي من الاشتراكات وغيره بنقدر نوجه المزيد من الإنفاق على كبار السن وعلى الأسر اللي ممكن تكون محتاجة إنفاق. وجود أصول وأصول كبيرة وهذه الأصول تستثمر وتستغل عوائدها مع الحفاظ على الأصول، الحفاظ على الأصول معناه ودي النقطة يمكن اللي كان السيد الرئيس بيأكد عليها، الحفاظ على الأصول معناه استدامة الموارد المطلوبة لمساندة كبار السن والأسر. يعني بمعنى ان احنا مش بناخد 5 مليار نصرفهم وبعد كده ندور على بعد كده الصندوق يعني يفرغ من الاموال وندور على موارد جديده، لا، هذه المخصصات هتكون اصول، الاصول تستثمر عوائدها وفي نفس الوقت بنحاول نزيد من خلال الانشطه والاشتراكات وغيرها الموارد اللي هي المتجدده لهذه الصناديق بحيث يكون هناك انفاق مستدام وانفاق دائم على الكبار السن والاسر المصريه اللي بتتعرض لمشكلات. الحقيقه يعني زي ما قلت دول فئتين مهمين جدا، كبار السن الحقيقه فئه في منتهى الاهميه، وجود اصول ثابته وموارد ثابته للانفاق عليهم الحقيقه خطوه في منتهى الاهميه كانت الدوله محتاجه ليهم يعني منذ فترات طويله. نعم، استاذ كمال ريان الكاتب الصحفي، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخله، جزيل الشكر.